مرحبا بحضراتكم في الفقرة الأولى اللي نوهنا عنها وقلنا إن إحنا هنرجع بالذكريات ونتكلم عن النوستالجيا وكواليس كمان البطولات يعني اللي حصلنا عليها، مش بس كده هنذكرها، لا هنرجع وسنة 34 و90 وسنة 2018 وغيره. يا أستاذ محمد صباح الفل، طبعا منورنا أستاذ محمد صادق مدير مؤسسة الأرشيف يعني العربي، وعندك دايما قصص وحكاوي وكل حاجة حلوة، عايزين بقى نعرف منك. صباح الخير زنوان، صباح الخير كريم، صباح العسل، كل سنه طيبين وحضرتك بالصحه وان شاء الله ايام كلها خير وسعاده، دخلت رمضان وبكره النصر ان شاء الله ربنا ينصرنا عشان الجمهور العظيم، وصباح الخير يا اللي معانا زي ما ست ام كلثوم بتقول. ايوه يعني حاجات حلوه قوي انا شفتها هنا اول ما جيت، ونيولوك جديد وحاجه حلوه، نورتنا في النيولوك الجديد والسكان مش خير في السكان، انتوا عاملين اضافه جميله يعني، ربنا يخليك. النهارده هنتكلم عن كاس العالم وفكر كاس العالم عشان الناس تعرف كاس العالم. كاس العالم اول ما بدات اول بطوله في 1930 كانت في اوروجواي، مصر ما اشتركتش، ما كانش لها الحظ تشترك، دي اول نسخه على الاطلاق، على الاطلاق 1930 تمام، وخدتها فرقه اسمها اوروجواي كويس، وكان في استاد بقى عظيم في اوروجواي كبير قوي هم خدوها. وكانت تاني بطوله على طول 1934 وكانت فين؟ في ايطاليا. وكنا احنا هناك. كنا احنا هناك بقى، احنا صعدنا ازاي؟ كانت تصفيات غريبه غير دلوقتي خالص، لعبنا الدوله الحبيبه بالنسبه لنا دوله فلسطين، لعبناها ماتشين، ماتش 7-1 وماتش 4-1. دي كانت تصفيات بسيطه كده ونوصل لكاس العالم. وصلنا لكاس بس كده، هي خطوات بسيطه. هم ماتشين دلوقتي بقينا نقطع مشوار. ايوه لا ده مشوار كبير، ده احنا لما نيجي نوصل لسنه 90 شوف احنا قطعنا قد ايه عشان نوصل 90 بعد 56 سنه، بس سنين كتيره قوي برضو. عايزينك تقول لنا ليه حصل ده يعني، في حاجات في النص كان غير اراديه ما بين انسحابات وبين حروب عالميه وقفت البطولات واحنا ما كناش بنصعد. طبعا أوكي. لكن احنا هنتكلم ناخد كده من البدايه احترام المشاهد، ان احنا نقول ايه 1934 هو الاشتراك الحقيقي لينا ها في كأس العالم. حلو. بعد ما صعدنا قلنا كسبنا فلسطين ماتشين ذهابا وايابا، وكان في اوكي لعبنا فين وبتاع، مش هنتكلم في الموضوع ده، لكن هنقول لعبنا كسبنا 7-1 و4-1 صعدنا، واحنا مع بقى الفرقه العظيمه القويه جدا في ذاك الوقت في الثلاثينات فرقه المجر. لقينا بقى ايه؟ المجر من لعبها بقى. المجر وقتها كانت قويه. طبعا 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 طبعا، وبعدين احنا لعبنا وبعدين كان ذاتها بنظام المغلوب. تتغلب ماتش ما تكملش، مش زي بعد كده ما شفنا سنه 90 الناس اللي حضروا ازاي كان في مثلا 3 ماتشات تقدر تعوض في الماتش ده، تكسب في الماتش ده، تتعادل في الماتش ده. طب لو ما كانش ماتش 90 ده ماتش بتاع مصر والهولندا وتعادلنا، ها طب ممكن كان يبقى فال حلو وما جبناش الجون، كنا ممكن كسبنا الماتشين اللي بعديها. فالماتش أيوه أيوه حاجات كثيره ظريفه كده. لكن نرجع ونقول بقى نرجع على الشاشه دلوقتي، اول فريق اشترك في كاس العالم في 1934، ويت بنحضر الصورتين اللي جايبين، عملوا قبل كاس العالم فرقه كده حضروا منتخب مصر عشان كاس العالم مفاجاه، فنعمل فرقه تحضيريه كده، فلعبنا ماتشين مع يوغوسلافيا تعادلنا معاهم 3-3، ولكن بعد كده زودنا عناصر اخرى. وفي بقى هيجي دلوقتي صورتين لاول فرقتين يعني اول فرقه مثلت مصر في كاس العالم، اهي دي الصوره دي بقى في 1934. هنلاقي بقى مين؟ محمود كامل منصور حارس المرمى كان في النادي الاهلي، ها تمور بقى بلعيبه كبيره ما شاء الله. شوف الصوره جميله ازاي هنا، ده الفريق الاولاني قبل ما يروح كاس العالم، واخد بالك ازاي اللي هم لعب. بص مين في النص اللي قاعد؟ لا احنا اكيد مش هنعرف. لا انا قصدي ده عشان ده رمز للنادي الاهلي وملعبه، ملعب النادي الاهلي في الجزيره باسم مين؟ التيتش. اوبا مختار التيتش. مختار التيتش كان هجوم رهيب مع الكابتن عبد الرحمن فوزي. يا خبر شكله وهو صغير مختلف تماما. لا 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 هنا عبق، دول اول ناس في صوره كمان. لا بس الشكل، لا ده في صوره كمان يا ريت تجيبوها كمان. ماشي دلوقتي الصوره دي جميله قوي لانها واضحه الملاءه. الله هنا بقى بص هنا كمان احنا بنجمع كل الناس ما بين التتش. مين اللي في النص؟ هو ثالث واحد بقى من الشمال ولا ايه؟ صح كده؟ ايوه. ومين في النص بالظبط اللي هو قايم سنه كده وقاعد؟ كابتن ايه؟ كابتن محمد لطيف. ياه المذيع العبقري لعيب المختلط الرائع المعلق المحترم طبعًا. الجميل اللي ابنه موجود المعلق الاستثنائي طبعا اللي لا جه ولا هيجي زيه ولا في طعم ولا في الشعب اللي احنا بنتكلم كده احنا بنتكلم ها صح. مصطفى كامل منصور ها لعيبه جامده جدا هو طبعا بصفه خاصه مختار التتش اكيد اكيد اشهر من نار على العالم ولكن عبد الرحمن فوزي من الناس اللي اتهضم حقها الى حد ما يعني كان ليه اسهام ده هو كان ظاهره جميل قوي واخد بالك بس جميل مش بنفس شهره غيره ليه
لان هو اتنقل من مكان لمكان لمكان، ما كانش لسه في الميديا، النهارده الميديا بتخلي من اللعيب ال 50% 1000%. صح صح. النهارده الميديا ده يتكلم ويفتح صفحه، ده يفتح ما شاء الله، في ظروف تانية تختلف. كابتن الخطيب احنا انا عاصرته، ها يعني لو في لو كابتن الخطيب موجود دلوقتي ولا موجود الترند لمده 40 سنه ورا بعض. طبعا، لان الكوره هي اخلاق ومبادئ وقيم قبل ما تكون رياضه، وتيجي تتجمع في نجوم كتير بقى في تاريخ النادي الاهلي وتاريخ مصر زي كابتن الخطيب وكابتن حسن الشحاته، ناس كتيره ما نقدرش نختلف عليها طبعا في الاحترام والادب. لكن نرجع لعبد الرحمن فوزي بقى، ولما نجيله صورتين ثلاثه اربعه هنا جايبها له ما بين حياه جميله، ازاي هو قاعد يعني خلص كوره وقاعد انسان عادي، احنا هو لعيب رياضه ما شربش دخان بعد ما بيبطل ما بيشرب، ها لعيب رياضه تاريخ عظيم عبد الرحمن فوزي دوت. نجيب قصته بقى، هو لعب في النادي المصري بورسعيد المحترم كام سنه، وبعد كده قبل كاس العالم ها قابل مصطفى كامل منصور، ها وفي نقطه هنا جميله حلوه، مصطفى كامل منصور هو اول حارس لمصر في 1934 وكان النادي عبد الرحمن فوزي. تمام، دي صوره، دي صوره واضحه بقى خاصه جدا. احنا في ثلاث اربع صور بقى ممتازين. جايبهم منين بس؟ انا عايز المصدر بتاعك فين بجد؟ مصادر كتير، تاريخ وارشيف. ماشي. انا بيصنفوني كمؤرخ رياضي فني اجتماعي. ولك مصادرك بقى اللي بتجيب منها ده عايز اقول لحضراتكم استاذ محمد بيجيب جرايد من مش عارفه من سنه كام والله، الجورنال زي ما هو، والورقه برده كويسه بتحافظ على الحاجه بشكل كده. بص بعمل ايه؟ بجمع كده صوره، مجله، جورنان، ده 82 بقى، ده عدد ايه ده؟ ده انا جايبه بس عجبني عشان كنت بحب الكابتن بيليه قوي زمان. كابتن بيليه كان ظاهره واعظم لعيب جابته الكره العالميه، ثلاث بطولات كاس عالم، ها اكبر اهداف في مستوى العالم، حريف جميل، كان ايقونه الرياضه دي، كان ايقونه كره القدم. لا ونمره 10، لابس نمره 10، نمره بنحبها. ها فاحنا نقول ان المصادر ممكن تكون صوره فوتوغرافيه اصليه، مجله نادره من ساعه ما كانت نزلت، في مجلات ملهاش ارشيف بتلاقي فيها صور مهمه كوادر طبعًا معينه طبعًا. الكابتن عبد الرحمن فوزي ليه اول ما تلاقي حاجات ليه اتنقل بقى، نرجع له تاني من المصري. فبالصدفه كده هو كان زمان غير دلوقتي الاحتراف، عايز تروح هنا تلعب عايز تلعب هنا تلعب. فكان هنا في النادي الاهلي بيلف تراك رياضه، وكان نازل وكان في مدرسه محترمه جدا خرجت نجوم عظماء في النادي الاهلي، وهي مدرسه السعيديه طبعا اللي هي عندنا طبعا في الجيزه دي، مدرسه عظيمه وتاريخ جميل قوي، خرجت ناس كتيره قوي يعني طبعا عباقره في كره القدم. دايما الثانويه العامه في فتره من الفترات دايما كان بيبقوا من طبعا خريجيها. كان ساعتها السعوديه في الجيزه وفي القاهره الخديويه ومدارس كتيره، كان ساعتها في دوري اسمه دوري المدارس وحاجات جميله كده بتطلع نبوغ من الرياضيين. مصطفى كامل منصور كان بيلعب في المصري فتره، جه هنا زياره ها في مصر وبتاع، فقابل مصطفى كامل منصور حارس الاهلي فاقنعه يخش الاهلي، لعب في الاهلي سنه وبعد كده راح لكأس العالم، رجع من كأس العالم ها كان رفعت باشا ده كان احترام كله طبعا، كان رئيس نادي المصري، اتكلم مع محمد حيدر باشا كلمه، كان ساعتها الزملكاوي كبير وكان رئيس نادي الزمالك ورئيس الجيش المصري، مع بعضين لو سمحت احنا عايزين نلعب معانا، لعب 12 سنه. عبد الرحمن فوزي بقى نرجع بقى تاريخ، هو اول هداف لمنتخب مصر في اشتراكها في كأس العالم، هو الوحيد الذي احرز هدفين. يعني بقى نقول مونديال 4 سنه 34 ده لا ينسى عن 90 كمان. لا ده يختلف عشان دي اول بطوله لينا. حاجه كانت في ذاكره الناس بشكل اكبر يعني. والبساطه ولا اعلام ولا ميديا ولا كابتن عبد الرحمن فوزي رحمه الله قعد لغايه ما توفى قال لك انا اللي رفعت راس مصر، انا اللي جبت الجونين، انا اكرموني ادوني، لا 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 ده كان راجل بيلعب باسم مصر وانتقل لمكان لمكان لمكان، في عنده كده يعني حتى توفى. وفي صور ليه جميله، يمكن حاجات جميله كانسان، كقاعد في وسط الناس، كقاعد في بيشرب شاي، في صور مختلفه. فمن هنا نقول ان اول بطوله 34 هي اول بطوله اشترك فيها مصر. 38 مصر ما اشتركتش. بنروح 38 حصل معانا ايه في 34؟ احنا لما شاركنا بقى في النسخه دي عبد الرحمن فوزي جاب جونين والمجر تفوقت علينا طبعا 4-2 وطلعنا من الدور الاول 4-2. حضرتك بتقول وقتها كان اللي بيتغلب خلاص بيخرج هي فرقه تخرج خلاص يجوا. وخد ومين اللي خد البطوله دي؟ ايطاليا. ايطاليا كانت بتلعب ببطوله على ارضها، وبالذات شوف ايطاليا واخده ثاني بطوله والنهارده خرجت من كاس العالم وحاجه غير متوقعه من مقدونيا. كلنا قاعدين نقول هتلعب البرتغال، لعبت مقدونيا. مفيش كبير في كره القدم بجد يعني، حاجه غريبه جدا. بتدي اللي بيعرق، بتدي اللي بيجتهد، بتدي اللي هو بيعطي. واحنا عندنا الوطنيه وعندنا حب لبلدنا تخلينا لو في فرق امكانيات لا احنا ممكن نعوض ده بالمجهود والعرق.
في 34 قبل قبل 34 اثبت عند 34 سريعا بس فاصل هنطلع فاصل ونرجع ل 34 مره اوكي اتفضل اهلا بيكم مره ثانيه رجعنا عشان نكمل كلامنا مع الاستاذ محمد صادق اللي منورنا واللي دايما بيمتعنا الحقيقه بالكثير والكثير من التفاصيل مش مجرد معلومات عامه كده وخلاص من على الوش لا تفاصيل التفاصيل وقفنا عند سنه 34 المفروض احنا نخش في 90 على طول بس في لقطه كده في 30 ثانيه كده قبل نقولها على طول ان في البطوله من 34 او من 30 لغايه 1970 احنا انسحبنا 6 مرات انسحبنا كتير قوي 6 مرات دي ظروف سياسيه بقى وانت عارف يعني 6 مرات يعني 24 سنه ما بينا ده في من 58 ل 70 دي 4 بطولات ورا بعض انسحبنا منهم لظروف سياسيه وفي الاول ظروف وفي بطولتين ما انسحبناش البطوله ما تقامتش اصلا ظروف سياسيه بتمر بيها البلد ولا ظروف سياسيه حوالينا وكده ده كله بالتاريخ يعني وفي بطولتين هم الاتحاد ده ما عملش البطوله كانت في 42 و46 الحرب العالميه بقى الحرب العالميه 38 اتعملت طبعا البطوله لكن ايه ما اتلغتش لان ما كانش في حرب 39 قام 39 حرب هي تتلغي يعني الدول عمالين يدقوا في بعض اكيد مش هيلعبوا ماتش كوره ظروف زي اللي احنا فيها دلوقتي يعني تبقى ظروف سياسيه يعني وكده هنروح بقى بعد كده بقى من 34 يا نهار ابيض 56 سنه كانت مفاجاه عظيمه انا حضرت الماتش ده كنت في الاستاد كمان كان فرحه ودموع غير عاديه يعني وكنا روحنا الاستاد من الساعه 9 الصبح قاعدين وازاي بقى ان احنا رحنا يعني ماتش الجزائر ده لعبنا هناك في القسنطينه 0-0 وعملنا ماتش عظيم جدا وجينا هنا كنا مشدودين عشان كده بنطمن الناس ان احنا بنلعب بره ارضنا بنلعب اقوى وان كان هنا ربنا يوفقنا عشان الجمهور دي نقطه مهمه قوي يا استاذ محمد على ويطمنا على بكره فكره ان احنا بره ارضنا حتى مع الضغوطات ومش وسط جمهورنا بس وعارفين احنا عايزين ايه احنا بنلعب ماتش هنا عايزين نكسب ده التاريخ بس بقى. ازاي ده التاريخ اللي بيقول لكن لما بنروح هناك عارفين اللي هنا ولا علينا عايزين ايه من الماتش صحيح ده بيفيدنا يعني نرجع بقى هنا يا سلام اول بقى ما 89 90 ها انا قلت 90 ده وصلنا كاس العالم لكن 89 تصفيات كابتن ربيع ياسين طبعا وكابتن خالد عيد وابراهيم كابتن ابراهيم حاسس كابتن طاهر ابو زيد كابتن بدر لجج احمد رمزي ها كان شكلهم صغير قوي طبعا ده تيم دول كانوا بيلعبوا في التصفيات كمان في ناس ما وصلتش كاس العالم في ناس ما لعبتش في كاس العالم لكن دول كانوا موجودين من التصفيات في اكتر من لعيب ما وصلوش واخد بالك ازاي زي كابتن طارق زيت ما لعبش كابتن خالد العيد كانوا في ناس احتياطيين ما لعبوش لكن احنا هنقول في اساسيات كابتن شوبير وعايزين نقطه مهمه ان اول حارس نادي الاهلي ها كان هو في كاس العالم 94 مصطفى كامل منصور ها اخر 90 كان مين كابتن شوبير 18 كابتن عصام الحضري دلوقتي كابتن محمد الشناوي يعني معنى كده مصر في امان عرين النادي الاهلي ويحرص عرين مصر صحيح فهنشوف برضو صوره تانية بعد اذن ايوه منتخب مصر في كاس العالم الجوهري اطمئنوا سنشرف مصر شوف بقى النجوم الكبار كابتن مجدي طلبه كابتن احمد الكاس طبعا. كابتن علاء ميهوب كابتن اسامه عرابي كابتن علاء ميهوب بقى ما عرفوش ابدا شكله مختلف وشعره مختلف كان بقى لسه بقى في البدايه بقى كان ليه في لعيبه كابتن ايمن شوقي نفس الشكل ايمن شوقي كان نفس الشكل على فكره كابتن ثابت البطل الله يرحمه الله والبديل كابتن ايمن طاهر كابتن اسامه عرابي كلهم شوف كابتن شوبير كابتن ثابت البطل هم موجودين وكلهم نجوم كلهم كابتن الجوهر رحمه الله طبعا ما ننساش كان ليه دور مهم جدا وان كانوا كانوا يقولوا عليه خطه دفاعيه خطه دفاعيه زي احنا بنتكلم دلوقتي زي ما قلنا على كوبر الفتره اللي فاتت خطه دفاعيه دلوقتي كروش خطه دفاعيه لكن المهم الهدف نحققه في صوره ثانيه كمان بعديها لو سمحت الله دي صوره بقى جايبه بالطول الكابتن حسام حسن مبسوط والكابتن احمد كاس بعد رفع له الكوره ها والجون اهي اللي اسعدنا جميعا جه في اول اللقاء ها وكان ماتش بقى فريق مصر يهزم فريق بعد موقعه ضاربه 1-0 حسام حسن سجل هدف الطلياني من كرة عرضية للكأس. ليه بيقول لك هدف الطلياني؟ ايوه ايه معنى كلمة هدف الطلياني؟ يعني الهدف اللي ودانا ايطاليا لان كأس العالم كان فين؟ ايطاليا ونزلت عدالة السماء على استاد باليرمو طبعا كنا قاعدين فرحانين الجملة دي ما تتنسيش والبحرية قاعد رافع علم مصر حاجة طبعا حاجة افتخار وان شاء الله هنوصل وبرضه الجمهور هيشرف مصر. نشوف برضو حاجه بعديها جميله برضو انا بجيب لكم كل العناوين اللي نزلت ساعتها جميل الفريق المصري يهزم فريق الجزائر 1-0 حسام حسن يسجل هدف الفوز من كره عرضيه الكاس الرئيس السابق وانا فريق اداء متميز والروح الرياضيه العاليه شوف ده اللي بنتكلم عليه احنا ده اللي احنا بنراهن عليه وهو الروح الرياضيه والاداء المتميز الرجولي دي كان ده بقى كان جورنال اسمه استاد العرب جميل قوي بهدف حسام وصلنا بسلام
بص هنا بالتالي في شجعة كده يعني في كده زي الجرايد بتبقى شديدة شوية. عوضنا الخسائر. بص العنوان الفرعي ده كورتنا جلجلت وجماهيرنا صهللت وفرحة المصريين. بقول لك وفرحة المصريين بعد صبر السنين. طبعًا. احنا وصلنا بعد 56 سنة كتير قوي طبعا يعني طبعا يعني عقود ناس عدت وما شافتش مين مصر في كأس العالم صح ولسه في صورة هنا بقى دي لقطة من ورا الجون جميلة قوي والجون جاي هنا ده كابتن حسام حسن حسن وكابتن جمال عبد الحميد وعايز اقول يعني الجمهور ده فوق احنا كنا قاعدين فوق في العواميد في النور طلعنا فوق انا طلعت فوق العمود كنت هموت في اليوم ده طب وده كلام يعني احنا دلوقتي نقول للجماهير التزموا بالمقاعد وانت طالع فوق عمود النور لا الامور تختلف دلوقتي في النظام لكن ساعتها ايه اللي طلعك فوق العمود النور طيب احنا كنا بنبص بره كان قاسم مشترك ماتشات جوه 120 الف وبره في بتاع 40 الف مش عارفين يتفرجوا مش عارفين يخشوا طبعا والامن محاوض حد فرحه هنا بقى الصوره دي مهمه جدا عشان برضه للتاريخ انا احب اتكلم تاريخ طبعا الكابتن هشام عبد الرسول لعيب المنيا ولاعيب مصر المنتخب والمنتخب لعيب جميل وعظيم كان ليه دور مهم جدا في صعود مصر كاس العالم احرز هدفين ها كانوا سبب في وصول منتخب مصر كاس العالم كان لعيب مهم جدا وكان الكابتن الجوهري معتمد يعني معتمد عليه اعتماد كبير في خط النص وسبحان الله ما لعبش في كاس العالم حصل له سبب العربيه شديده جدا وجابوا له صورته على الاهرام الرياضي ومعاه كابتن حسام ابراهيم بظروف وكان ايه رجليه مفروده وكان عامل اصابه جامده جدا بعدته لكن التاريخ بينصفه بعدته تماما عن كره القدم خالص ما لعبش تاني خالص اصبح بعد كده كام سنه بقى يدرب بعض الفرق في الدرجه الثانيه تبقى صعبه قوي على اللعيبه طبعا لانه كان ليه دور مهم جدا يمكن 70% كلهم نجوم يعني بس كابتن هشام عبد الرسول كان ليه دور مهم قوي اقول لك انا بقى مين كابتن ابراهيم ومين كابتن حسام اللي على اليمين ده اللي مش رافع ايده لا ده حسام ايوه صح كده ايوه والكابتن ابراهيم ها لا 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 بص احنا التاريخ بينصف اللعيبه احنا هنا في النادي الاهلي بنجيب كل الناس ما دام بنتكلم عن مصر بنتكلم كل طبعا الفريق. طبعا بنتكلم بالتاريخ بنتكلم وبعدين بالتاريخ. ما كانش في نجم اوحد كان كل منتخب مصر دي حقيقه ان من الجون للحال لحتى اللي قاعدين بره كلهم كانوا نجوم كابتن طارق كان قاعد بره كابتن بدر رجب علام يبقى قاعد بعد الماتش يعني يعني كل النجوم دول كانوا موجودين في سنه 90 احنا عملنا مباراه شوف يا سلام كابتن ربيع ياسين طبعا شفت انا بقول ايه كابتن ربيع ياسين ده لعب كابتن ربيع ياسين ولعب بكابتن احمد رمزي ازاي الاثنين باك ليفت وباك شمال وبتاع ولعب في خط النص انا عايز اقول البطوله دي كان يعني ليها فرحه كبيره قوي 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 احنا خرجنا في الشارع مش مصدقين دي احنا قعدنا ثلاث ايام فرحانين في الشوارع وصلنا كاس العالم وهنروح ولما روحنا بقى لعبنا هناك اول ماتش مين لعبنا لودخوليت فان باستين بص بص الجمال ماركو فان باستين طبعا بص الصوره الملعب عامل ازاي حماس وامسك الراجل ده عايزين نخرج الكابتن الجوهري اهو حلوه دي قوي طبعا انا بجيب كل اللي انكتب انا جايب صوره كابتن جوهري ها وعالم جايبينه عالم زي عالم ايطاليا اهو ان احنا هنوصل لكاس العالم سنه 90 يا سلام 89 مجله اكتوبر دي انا فاكراها كانت زمان ايوه الاستاذ صلاح المنتصر طبعا اول عدد منها 1976 عليها الملك عليها رئيس لسه موجوده لحد دلوقتي صح؟ صلاح منتصر مقرها على النيل جنب اذاعه التلفزيون شوف الجمال مبروك انا جايب سؤال فوق بص مكتوب أيوة طبعًا. مبروك لمصر ها ما قالوش بقى الكابتن حسن قصب مصر ما قالوش لا 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 ما في ولا لحد دلوقتي الكلام ده موجود يعني مصر طبعا لا لا مصر احنا لازم نركز لعبنا ثلاث ماتشات مهمين جدا يعني احنا فاكرين اول ماتش مين هولندا ندخل يتو فان باستن ها وريكاردو والناس الجامده دي لا ثاني ماتش ايرلندا ثالث ماتش مين انجلترا طبعا وما ما نعرفش النصيب ممكن نختم معاك سريعا وتقول لنا بقى بعد الفوز كانت الاجواء ازاي في الشوارع وفي البيوت احنا حابين بقى نرجع نوستالجيا للجماهير والناس كانت بتعمل ايه بص الناس كانت بسيطه زي ما انت حضرتك قلت 120 احنا بنقول الناس تقعد على مقاعدها بقى في نظام كان ساعتها الناس بالحب احنا كنا بنروح هناك لابسين لبس عادي جدا ونبقى فرحانين ونسقف ونغني ومعانا الاكل مفيش دماغنا غير مصر مصر امنا مصر هي امي نلها والشوارع بقى برضو ويعني ما كناش بنقول لعيب طبعا قليل قوي لما كنا نقول جوهري كده لكن ساعتها كنا كلنا على قلب رجل واحد وهي ايه مصر اخرج انا كنت في اخر في 30 ثانيه كنت في ماتش الاهلي الاخير ده مع الهلال السعودي كان بالنسبه لي قلقان او خايف كنت في الامارات والملعب قريب مني انا واولادي وخايف على اولادي انا قعدت اتفرج على كافيه كده انا وولادي جماعه اماراتيين عرب وجماعه سوريين وجماعه من كل دول عرب قاعدين
لما اشوف الاهلي جاب الاجوان الناس بالعقال قام اللي وقع قالوا اهلي مصر مصر جون اثنين ثلاثه اربعه ماتش ده السعودي ده الاهلي بيلعب باسم مصر كنا فرحانين انا بتكلم بقى يا رب مصر. الفرحه دي تتكرر كده أيوة على قريب ان شاء الله حضرتك تنورنا بقى ويدينا طول العمر جميعا ونتكلم عن ذكريات في مصر في كاس العالم 2022 ما دام على قلب الرجل واحد مصر ربنا يسعدك مصر اجعلها ان شاء الله في العاليين ان شاء الله يا رب ان شاء الله نورتنا كالعاده يا استاذ محمد بنسعد دايما بوجود حضرتك معانا وبنعرف كتير من التفاصيل اللي ما يعني صعب الواحد يوصلها غير من خلالك يعني. اشكركم جدا شكرا ليك وتنورنا قريب تاني وكل سنه وحضرتك طيب بقى عشان ممكن ما نشوفكش قبل رمضان ده شرف ليا اكون في النادي الاهلي لا لا حقيقي تنورنا طيب احنا هنروح فاصل ونرجع مع الفقره الطبيه مع حضراتكم